محطات العلاقات السياسية بين القاهرة وكوبنهاجن. نبدأ من شهر مارس 2023، وللمزيد من المتابعة مشاهدينا ينضم إلينا هاتفيا الدكتور سعيد الزغبي، أستاذ العلوم السياسية جامعة قناة السويس. دكتور الزغبي، أهلا بك معنا عبر شاشة التلفزيون المصري. هذه العلاقات المصرية الدنماركية الممتازة والممتدة لأكثر من 65 عاما، كيف نراها في ظل الاهتمام الأخير في تنمية هذه العلاقات وتعزيز التعاون المشترك بين البلدين؟ أهلا بحضرتك وأهلا بالسادة المشاهدين. وعايزين نقول برضو أن احنا ما زالت القيادة السياسية بتبحث عن علاقات استراتيجية غير تقليدية، وبتبحث عن شركاء استراتيجيين غير المتعارف عليهم كالولايات المتحدة الأمريكية ودول معينة في الاتحاد الأوروبي زي فرنسا وزي ألمانيا. الدنمارك والعلاقات المصرية الدنماركية طبعا علاقات تمتد إلى يعني تاريخ كبير جدا جدا، وخاصة زي ما حضرتك قلت أو في التقرير اللي احنا سمعناه مع بعض في مكافحة الإرهاب والهجرة الغير شرعية. وده لا. طبعا حاجة مهمة جدا جدا بالنسبة لأي دولة في الاتحاد الأوروبي، وهي مكافحة الهجرة الغير شرعية اللي بتأتي من دول شمال إفريقيا أو من أي دولة من دول جنوب البحر الأبيض المتوسط، لأن ده بيمثل لها يعني عبء كبير على زيادة معدل البطالة اللي موجود عندها في الدولة، وبيزود أو بيقلل من الناتج المحلي الإجمالي اللي موجود عندها، لأن طبعا بيبقى فيه ناس موجودة عندهم في هذه الدولة بتمثل لهم عبء على الصناعات، وطبعا بتسبب زيادة في نسبة البطالة بالنسبة للمواطنين الأصليين. طبعا العلاقات المصرية الدنماركية لها باع طويل جدا في هذه المواجهة بالنسبة للهجرة الغير شرعية، أيضا بالنسبة لمكافحة الإرهاب. وطبعا مصر ليها باع كبير جدا، ولو نفتكر كده حضرتك نرجع ل 2018 والعملية في سيناء للقضاء على الإرهاب، وإزاي قدرت مصر تحول هذه القضية إلى قضية عالمية، وإزاي عملنا كذا مؤتمر، ونقدر نقول إن استخدام القوة الناعمة في محاربة الإرهاب، وإزاي قدرنا نقول إن مصر فيها استقرار وأمن وأمان عن طريق هذه المؤتمرات اللي عقدناها لمكافحة الإرهاب، سواء إذا كانت في سيناء في شرم الشيخ لو نفتكر، أو كانت في مصر علشان نقدر نسيطر على هذا الموضوع. فأعتقد إن مصر ليها باع كبير في هذه القضية، وأعتقد إن احنا تجربة كبيرة جدا تاخدها هذه الدول، سواء إذا كان في الاتحاد الأوروبي، سواء إذا كانت الدنمارك أو أي دولة أخرى في القضاء على الإرهاب. برضو حضرتك أنت قلت نقطة مهمة جدا، وهي تنمية الاستثمارات للطاقة الغير للطاقة المتجددة. وطبعا إحنا عندنا الطاقة المتجددة حضرتك، إحنا مصر من أوائل الدول اللي موجودة في شمال إفريقيا والشرق الأوسط من الدول اللي عندها صناعة للطاقة المتجددة، وعندنا ثلث الطاقة المتجددة الموجودة في شمال أفريقيا. وأعتقد أن شوف حضرتك الزيارة زيارات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي للهند وأرمينيا أذربيجان، الزيارات دي كلها الدنمارك، كل ده جاي للاستثمار في الطاقة المتجددة في مصر، لأن إحنا فعلا يعني إحنا مصدر كبير لتصدير هذه الطاقة ولصناعة هذه الطاقة، خاصة في الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء. نعم، مصر في أفريقيا ماذا تمثل للدنمارك؟ مصر في أفريقيا، نعم مصر في أفريقيا، بص حضرتك، مصر في أفريقيا بالنسبة للدنمارك، بالنسبة للصين، بالنسبة لأي دولة، هي بوابة تصدير المنتجات، سواء إذا كانت الدنماركية أو الصينية أو الهندية أو أي دولة من دول العالم، لأن مصر تعتبر فعلا بوابة القارة الأفريقية لتصدير هذه المنتجات. الدنمارك لو حبت تصدر، أو ماذا تريد الدنمارك من مصر؟ لو احنا سألنا السؤال تاني بهذه الصيغة، تريد الدنمارك من مصر أن هي تكون مصدر رئيسي أو مركز رئيسي لتصدير السلع والمنتجات الدنماركية إلى القارة الأفريقية. ما ننساش برضو حضرتك سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لما كنا رؤساء أو رئيس الاتحاد الإفريقي في 2019، وكان سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بيركز على توطين الصناعة ليس في مصر فقط ولكن في القارة الإفريقية عموما.
وده اللي بيخلينا محط اهتمام لجميع هذه الدول. في الزيارة الأخيرة لو نفتكر حضرتك اللي كانت حاصلة من شهرين للسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي للهند، كانت الهند بتريد ان مصر تكون مصدر لتصدير المنتجات الهندية ليس في مصر فقط ولكن للقارة الأفريقية. الصين لو نفتكر برضو الاجتماع او العلاقات العربية الصينية، كانت الصين بتؤكد ان هي هتبقى مصر مركز لتصنيع المنتجات الصينية، ليس فقط ان انا اجيب المنتجات الصينية واصدرها للقارة الأفريقية، لكن هصنع المنتجات الصينية موجودة عندي في مصر وابدأ أصدرها إلى القارة الإفريقية. كذلك الدنمارك، الدنمارك بتبص لمصر كأنها هي فعلا المركز الوحيد لتصدير هذه المنتجات، لأن الموقع الجغرافي زي ما احنا بنقول في مصر، الموقع الجغرافي ده فرصة من الفرص اللي موجودة اللي لابد ان هي تكتسبها مصر لتصدير هذه المنتجات، سواء اذا كانت المنتجات الدنماركية او غير هذه المنتجات. وطبعا احنا عارفين يعني المنتجات الدنماركية بشتى هذه المنتجات وبشتى هذه السلع، مصر هتكون مركز لتصدير هذه السلع، سواء اذا كانت السلع الغذائية او السلع او الخدمات اللي موجودة في الدنمارك. وده ليس وليد اللحظة حضرتك، ولكن زي ما احنا قلنا منذ عام 2019 عندما كانت مصر رئيس للاتحاد الافريقي، وكان منهج سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي هو عدم تصدير الموارد اللي موجودة عندنا في مصر، ولكن احنا نجذب المستثمر الاجنبي عندنا في مصر او في القارة الافريقية لانتاج المنتجات اللي موجودة عندنا والاستفادة من المواد الخام والمواد الاولية الموجودة. طبعا القارة السمراء عامرة جدا جدا بالمنتجات الاولية او المواد الخام اللي موجودة عندنا، وده اللي بيطمح اليه سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي، ان احنا ما نصدرش المواد الخام بره، ولكن الناس دي او المستثمر الاجنبي يجي ويستثمر عندنا في مصر او في القاره الافريقيه. عايز اقول لحضرتك على حاجه مهمه جدا احنا قلناها في كذا محفل دولي وفي كذا محفل اقليمي، كلمه السر في جذب المستثمر الاجنبي. وليه الدنمارك بتسعى ان هي تيجي تستثمر في مصر؟ ليه الهند بتسعى ان تستثمر في مصر؟ هو الاستقرار الاقتصادي والاستقرار الامني. كلمه الاستقرار في حد ذاته هي كلمه السر اللي بتلمع في عيون المستثمر الاجنبي. لو بصينا للدنمارك، اشمعنى مصر؟ ما ممكن في دول كتير في شمال افريقيا ممكن تروح تستثمر فيها، ولكن الاستقرار الامني الاستقرار الاقتصادي اللي موجود عندنا في مصر هو اللي بيخلي المستثمر الاجنبي يجي ويستثمر استثماراته عندي في مصر، وهو اللي بيخلي مصر مصدر لتوزيع المنتجات والسلع والخدمات الخاصة به إلى جميع الدول الأفريقية. عايز أقول لحضرتك كمان، بل برضو بيستغل مصر إن هي توزع هذه المنتجات إلى قارة آسيا عن طريق قناة السويس وعن طريق حفرنا لقناة السويس الجديدة اللي بتساع أكتر من قناة السويس. يعني لو احنا حسبناها بقناة السويس الأولى وقناة السويس الثانية في معدل الوقت وتسريع مرور السفن، أعتقد أن مصر عندها كل هذه المميزات لجذب المستثمر الأجنبي. أضف إلى ذلك عايز أقول لحضرتك ما ننساش البنية التحتية اللي موجودة عندنا دي برضو يعني حاجات ومميزات بتخلي المستثمر الأجنبي يقول أنا هستثمر في مصر، ما عندنا بنى تحتية عملاقة. وأعتقد المواطن المصري شاف هذه البنى التحتية زي الطرق، الكباري، منظومة الأنفاق، المدن الجديدة والاستثمارات والصناعات، مدينة الغذاء، مدينة الدواء، الاستثمارات اللي موجودة عندنا. أعتقد أن كل دوت زي ما بنقول كده بيزغلل عيون المستثمر الأجنبي أن هو يجي يستثمر عندنا في مصر. نعم، هي زيارة مهمة بالفعل دكتور سعيد، وربما يعني ترد على الكثير من ممن يقولون أو يتحدثون عن الاستقرار السياسي والاقتصادي الذي أشرت إليه في العلاقات التي تسعى إليها مصر من خلال الزيارات المتبادلة مع العديد من الدول، سواء في آسيا، في أوروبا، شمال أوروبا، شرق أوروبا. مصر ستظل بوابة أفريقيا للمجتمع الغربي. دكتور سعيد الزغبي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة قناة السويس، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة.